زاير، مرحبا يا سيهام من الجزائر، تفضلي. أخويا حبيت نقول لك الحال نتاع أختي، يعني دوكا في بيت دابا عندها مشاكل مع الأهل تاع زوجها وباش نعم ترجع بصعوبة، طيب وهي قرات سورة ياسين وطه ومريم والعلق زين ورقدت. زين المهم كأنه عمتي غنية، اسمها غنية، ضيفة عندنا، نعم وراح توصلها هي وأختي اسمها صالحة، نعم وحدة اسمها حنان، نعم وراح يوصلهم التوفيق، خويا اسمه التوفيق. ايوه قعدوا في الطريق جو واحد اسمه يزيد، يعني ما عارف، ما بعيد شوية، اسمه طيب يزيد، توفى يزيد العام اسمه. اللي فات. طيب يزيد نعم توفى العام اللي فات، ابنه حامل ملابسه يبكي في الطريق، ابنه طيب نزلت عمتي وراحت توفيه، وبعدين وأخي قال لهم عمتي هذه طول هي هكا، يعني هذه طبيعتها هكا، أنا رايح نجيب القمح، طيب نزل من السيارة راح يجيب القمح، وأختي فطنت، دوك يعني حالتها يعني صعبة صعبة، يعني هي حامل في كرش أطفال. طيب أختي كريمة، الحلم خلص ولا بعد؟ هذا هو طيب أخوها توفيق، النساء اللي كانوا معها في السيارة، كان في عندهم أيضا هم مشاكل في حياتهم الزوجية أو آنسات، ولا تزوج إنه شو وضعهم الاجتماعي؟ حنان وخليل، حنان وصالحة مزوجين ومستقرين في ديارهم. طيب قاربهم، يعني علاقتهم فيها قريبة، القرابة الأولى هم القرابة الأولى لديها، يعني خواتها أو بنات عمها أو خلافه، ولا ايه صديقاتها؟ خوتتها هم صالحة وحنان، خوتتها وتوفيق خوها، طب أختي كريمة، الحلم به دلالة على والعلم يعني ضرورة، الحقيقة يزيد، يا راجل اسم زوجها اسمه يزيد. نعم، بالحلم دلالة على ضرورة تكاتف العائلة للإصلاح بين الزوجين، لا في سحر إن شاء الله ولا في شيء، هي الحلم هنا دلالة على أنها تنتقل إلى سيارة العائلة، سيارة أخوها، إذا يجب أن يتدخل أخوها وأخواتها في الإصلاح وتهدئة النفوس، فإذا أصابوا بالكلام وأوصلوا المطلوب، يعني للأخوات، للأخت اللي عندها مشاكل مع زوجها، وتفاهموا معه، سوف تعود حياتها للاستقرار، ولكن دائما نختار الكلمات التي نقولها في هذه المواقف، وإن لم يكن لدينا الخبرة الكافية نأتي بشخص حكيم عالم متكلم يكون وسيط بين المرأة وزوجها من الأهل.